اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده الجو هيكون حار رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وهيكون شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. اما بالليل فالجو هيكون معتدل على كل الانحاء. للتفاصيل اكتر خلونا نروح لدكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. بدايه يا دكتور، طمنينا على حاله طقس اليوم، وهل ممكن نتاثر بالموجه الحاره اللي بتضرب اوروبا؟ طبعا خلينا نقول ان اليوم الحمد لله بنشهد استقرار في الاحوال الجويه، درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه اللي بنشهدها في نفس هذا الوقت من العام على اغلب مناطق الجمهوريه. يمكن احنا كمان بنشهد اعتدال في درجات الحراره، متوقع ده يستمر معانا لنهايات هذا الاسبوع وبداية الأسبوع المقبل. يمكن مع بداية الأسبوع المقبل هيكون في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكن لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة هيخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى من اللي احنا دايما بنقولها في نشراتنا. عشان كده احنا في نشراتنا بنذكر دايما درجة الحرارة المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة. الأجواء هتكون أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية، شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل الأجواء معتدلة تماما على كافة أنحاء الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط للرياح. نشاط الرياح ده بيساعد على عدم الإحساس بنسب الرطوبة خلال فترات المساء، وبالتالي بنحس بدرجات حرارة أقل. بالإضافة كمان نشاط الرياح ده هيؤدي لاضطراب حركة ملاحة بحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج هيتجاوز 2.5 متر، هيكون ما بين 2 ل 2.5 متر، وده طبعا هيكون في خطر على السادة المصيفين على الشواطئ. عشان كده احنا بنحذر نبقى دايما في منطقة أمان قريب من الشاطئ بسبب ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط. الموجة اللي بتشهدها أوروبا هو طبعا انهم بيتأثروا بوجود منخفض جوي في شمال غرب إفريقيا، ده معسكر الهوائية قادمة من على الصحراء الكبرى بتأدي لارتفاعات درجات الحرارة بشكل كبير. أسبانيا توصل درجات الحرارة عليها 40 درجة مئوية، متوقع ان هو يستمر عدة أيام ويأثر بعد كده ان شاء الله في البرتغال وفرنسا. لكن الحمد لله احنا خلال هذه الأيام بنشهد اعتدال في درجات الحرارة، فمش هنتأثر بالموجة ارتفاع درجات الحرارة اللي بتشهدها أوروبا بإذن الله. إن شاء الله يا دكتور، حضرتك أشرتي إن في ارتفاع في الأمواج في أمواج البحر المتوسط، الارتفاع ده مستمر معانا لحد إمتى؟ هو ارتفاع الأمواج اللي في البحر المتوسط ده هيستمر معانا إلى الجمعة القادمة بإذن الله. هيستمر ارتفاع الأمواج خاصة في الشواطئ المطلة على البحر المتوسط زي مطروح والعلمين والإسكندرية، أغلب المناطق المطلة على غرب البحر المتوسط كمان حتى شاطئ بلطيم هيتأثروا بالارتفاع الأمواج ده، ومستمر معانا إلى الجمعة القادمة بإذن الله. بعد كده مش هيكون في اضطراب في الملاحة البحرية صح؟ يعني هو بعد كده هيحصل اعتدال في حركه الملاحه البحريه، بس اكيد ممكن في بعض الايام القادمه نشهد اضطراب اخر في درجات في الملاحه البحريه على البحر المتوسط، لكن الى الجمعه هيبقى في اضطراب ان شاء الله. بعد الجمعه هيبقى في اعتدال في حركه الملاحه البحريه باذن الله. طب وايه ابرز الظواهر الجويه اللي هتكون معانا الايام اللي جايه؟ هو ابرز ظواهر الجويه المستمره معانا هو طبعا اول حاجه نشاط رياح اللي هي دايما بيساعدنا على عدم الاحساس بنسب رطوبه، ونحس اكتر معاه بانخفاض درجات الحراره فترات المساء وفترات الليل. بالاضافه كمان تكون شبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه. الشبوره المائيه دي ساعات تكونها في الساعات المتاخره من الليل وحتى الساعه 6 صباحا، لكن الحمد لله هي ما بتاثرش على حركه المرور، بيبقى معاها انخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه. دايما نبقى نخلي بالنا في اوقات تكون الشبوره المائيه القياده تبقى دايما بهدوء على الطرق ونتبع كافه تعليمات المرور. بالاضافه كمان ان احنا بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيساعد على تكاثر سحب منخفضه ومتوسطه على المناطق الموجوده في شمال البلاد، فده بدوره بيحجب جزء من اشعه الشمس خلال فترات النهار وبيساعد اكثر على الاحساس ب يعني نقول اعتدال في درجات الحراره. لكن دايما نخلي بالنا من فتره الظهيره ونخلي بالنا من اشعه الشمس المباشره، دايما نتجنب اشعه الشمس المباشره فتره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر. الفتره دي دايما بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، مهم جدا ان احنا نتجنب اشعه الشمس المباشره في الفتره. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه، والبدايه كالعاده هتكون من القاهره، بتسجل العظمى في القاهره 34 والصغرى بتسجل 24، الاسكندريه العظمى 30 والصغرى بتسجل 25،
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 24، سيوة العظمى 36 والصغرى 22، بورسعيد العظمى 31 والصغرى بسجل 25، دمياط العظمى 30 والصغرى 24، الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22، السويس العظمى 34 والصغرى بتسجل 22. هنروح للعريش العظمى 31 والصغرى بتسجل 24، طابة العظمى 35 والصغرى بتسجل 24، سان كاترين العظمى 33 والصغرى بتسجل 18، شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى بتسجل 29، الغردقة العظمى 37 والصغرى 29، الفيوم العظمى 34 والصغرى بتسجل 24، بني سويف العظمى 35 والصغرى 25، المنيا العظمى 36 والصغرى بتسجل 25. هنروح لأسيوط العظمى فيها بتسجل 37 والصغرى بتسجل 26، سوهاج العظمى 38 والصغرى 26، قنا العظمى 39 والصغرى 27، الأقصر العظمى 40 والصغرى بتسجل 28، أسوان العظمى 41 والصغرى بتسجل 28، الوادي الجديد العظمى 39 والصغرى 27، شلاتين العظمى 36 والصغرى 26، وأخيرا حلايب العظمى 33 والصغرى بتسجل 28. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لمصطفى ومنى عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم.